السلام عليكم. هذه الحلقه غادي تكون سبيسيال وغادي تبقى للتاريخ، وسيشهد العالم ان احفاد طارق بن زياد كانوا في الموعد مع المجد. الحلقه ديال اليوم بعيده شيئا على النيش ديال القناه، ولكن رغم ذلك في هذا الفيديو غادي نسافروا بكم وتعيشوا معنا اكبر حدث كروي في احسن دوله عربيه. مرحبا بكم في مونديال قطر النسخه 22. قبل ما نبداو هذا الفيديو خليكم مع هذه المشاهد الرائعه والرائعه جدا. الفيديوهات اللي شفتوا ديال الجمهور المغربي والعربي والعالمي، لان المغاربه موجودين في جميع بقاع العالم. الكره الارضيه تهزات نهار 6 ديسمبر 2022 بسبب فوز اسود الاطلس بقياده احسن راس لافوكا. اما البارح فما يمكنش نوصف لكم الاحساس ديالي. الفرحه كملات ملي صاحب الجلاله خرج للشارع باش يفرح مع الشعب بهذا الفوز التاريخي. صراحه ما عطاتنيش خاطري تفوتني الفرصه بلا ما نهضر على هذا الحدث الكروي، خصوصا ان البطل هو المنتخب المغربي. واش عرفتوا هذا الشيء شنو كيعني؟ كيعني ان المنتخب المغربي دار بلاصتو ما بين 4 ديال المنتخبات في العالم. الفيديو ديال اليوم مفرح جدا جدا جدا، والاخبار ما زالت تنهى على المنتخب الوطني المغربي بطريقه رائعه وممتازه، كتعطي واحد الطاقه ايجابيه ما يمكنش. اسم المنتخب المغربي موروكو مرويكوس باش بما قلتوها تعلو في الصحف العالميه وباقي الاخبار تتقاطع. قبل ما ننسى الناخب الوطني المغربي وليد ركراكي دار ضربة قاضية للصحافة الإسبانية والبرتغالية وإن شاء الله حتى الفرنسية. كلكم عاقلين على نهائيات كأس العالم اللي تنضد في روسيا 2018، كلنا كنتذكروا القتالية ديال المنتخب ديالنا، ولكن للأسف أسود الأطلس ما حالفهمش الحظ وتقصوا من الدور الأول. حتى لهنا كلشي عادي، هذه هي كرة القدم، ولكن اللي مازال ما تصفاتش لينا لحد الساعة هي الماتش ديال المنتخب المغربي مع البرتغال اللي صراحة تظلمنا فيه تحكيميا، والحمد لله شاءت الأقدار وتلاقينا معاهم مرة أخرى كأس العالم 2022 وردينا الاعتبار الكرة المغربية والإفريقية والعربية. وهنا غادي نستغل الفرصة ونهضر على مجموعة من المحفزات اللي خلات المنتخب المغربي يفوز على البرتغال. من بين المحفزات اللي خلاو المنتخب المغربي يغلب البرتغال، أولا الانتصار على منتخبات كبيره بحال اسبانيا بلجيكا والبرتغال كيزيد الثقه ديال اللاعبين وكيخليهم مستعدين لجميع المباريات ذهنيا وبدنيا. ثانيا الروح القتاليه اللي كاينه عند اللعابه والروح الوطنيه اللي كتجمع بين المدرب والفريق والجمهور. ثالثا عندنا احسن جمهور في العالم والمغاربه كاملين مستعدين يشجعوا الفريق حتى لاخر دقيقه. رابعا حنا لاعبين في بلادنا الثانيه. خامسا ما غاديش نسمحوا لشي واحد يبكي لينا عاوتاني شي صحفيه، وكنظن كلكم عاقلين على هذا المشهد وهذه اللقطه الحزينه. سادسا وباش تعرف باللي اسود الاطلس زعزعوا ليا بنادم، المدرب ديال البرتغال في اخر خرجه اعلاميه ديالو اعترف باللي المنتخب المغربي عنده جمهور عالمي وان اسود الاطلس فريق تنافسي بامتياز، والواعره قال باللي غادي يخصص وقت لدراسه مباراه المنتخب المغربي مع نظيره الاسباني. هنا غادي تعرف باللي وصلوا الصهد وقت الخرجه الاعلاميه ديالو باللي الماتش الجاي غادي يكون صعيب. المغاربه حاكمين العالم، وباش ناكد لكم باللي فعلا المغاربه حاكمين العالم خصكم تعرفوا باللي دابا حنا من بين 4 المنتخبات الكبيره في العالم، وخصكم تعرفوا باللي الفيفا عطات المكافاه للمنتخب المغربي القيمه ديالها 25 مليار سنتيم بمناسبه التاهل لنصف نهائي كاس العالم. وخصكم تعرفوا باللي الاغاني الرسميه ديال المونديال اللي دارت بوم في العالم من الانتاج المغربي العالمي رضوان اللي هو المدير التنفيذي للترفيه الابداعي للفيفا. اييه نعمت نزيدكم هذه حتى هي. وخصكم عاوتاني تعرفوا باللي قطر استعنت بالامن المغربي لتامين نهائيات كاس العالم 2022، بحيث المغرب غادي يساهم بالخبره الامنيه اللي عنده لمواجهه الهجمات الالكترونيه، التدخل السريع لاخفاق اي عمليه ارهابيه، والتصدي لاي تصرف ممكن يشوش على الامن داخل الملاعب. والله حتى المغاربه حاكمين العالم. هاد السيد اللي كتشوفوه قدامكم سميتو احمد ايت سيدي، واحد من ابرز الاشخاص اللي كيساهموا في صناعه التروفي ديال كاس العالم، هو اللي مكلف بتلميع كاس العالم، حتى هو مغربي من مدينه ورزازات. هنا غادي نستغل الفرصه باش نوصل واحد الميساج لكاع الناس اللي كاينين حاليا في قطر وخصوصا لصناع المحتوى. هذه هي الفرصه باش نوريو الناس شكون حنا. لبس لباس تقليدي، هضر بالدارجه، دير اي حاجه ممكن تقرب الناس من الثقافه ديالنا كمغاربه. وقبل ما نسالي الفيديو ديالنا نتمنى صراحه من بعد هذا الشيء كله نتفكوا من عقده النقص ونبدلوا العقليه ونثقوا شي شويه في راسنا، حيت فعلا نقدروا نديروا اي حاجه وكل شيء ممكن. كيف ما قال ركراكي ديروا النيه وعلاش لا نحلموا حتى حنا. مهما كانت النتيجه ديال الدومي فينال، قصه وليد الركراكي خصها تبقى محفوره في ذهن المغاربه كامل لانها قصه ملهمه. وليد الركراكي كيثبت باللي العمل هو اللي كيعطي النتيجه وباللي الحوايج كتاخذ له وقت. اذا مهما كانت النتيجه خصكم تعرفوا باللي قصه وليد الركراكي تتختزل بزاف ديال القصص اللي ما سمعناش عليها. الاصدقاء قبل ما نودعكم ما كرهتش الا ربحنا الفرنسيس نديروا واحد التحدي الا وهو نصلعوا كاملين اهداء لوليد الركراكي على الانجاز اللي داروا في هذا كاس العالم تحت شعار صلعه المونديال وليشهد العالم ان المغاربه كاملين راس لربوكا. يلا نخليكم، السلام عليكم.